إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدينا شوف تي في، أينما كنتم داخل وخارج هذا الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا منطقة سيدي مومن، منطقة سيدي مومن. السيدة اللي معانا الآن على المباشر، السيدة اللي كانت كارية الشقة ديالها أحد العائلات، من بعد ما خرجوا وقع نزاع ما بينه وبين العائلات هادو، بقات الشقة السكنية ديالها مسدودة، ولكن الساكنة اللي كاينة هنا في هذه العمارة هذه كيتفاجئوا بواحد الرائحة اللي كريهة لحد أن الآن كنتكلموا معكم دايرين البافيت، شي ريحة يعني بحال الجيفة. هاد الساكنة هادو مباشرة ربطوا الاتصال بصاحبة الشقة، فصاحبة الشقة جات للشقة ديالها وقامت يعني بكسر الباب. غادي نحاولوا نعرفوا تفاصيل ومعطيات أخرى، بقوا معنا مشاهدينا الأوفياء. وكنقول لكم بأنه ربما إذا كان الريزو ما كاينش فغادي نرجعوا باش نكملوا الحديث برا، غير غادي نحاولوا أننا سير أختي عطينا نشوفوا هذيك. سيري سيري هادي 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 الشقة، هادي الدار اللي كنتي كاريها. هي هادي. السلام عليكم. دابا عاود لنا كنتي كاريها الدار اختي. كنت كاريها لواحد الناس. بلا ما تسمي لي، لا ما نسميش، لا كان واحد الناس عندهم يعني عندهم وليدات، كنت كاريها لهم. من بعد طلبت منها تفرغ لي الدار ديالي تعطيني ستار. شحال هو كارين عندك الناس؟ دابا كارين عندي 3 سنين من ايام كورونا. من كورونا كارين عندي. كانوا الايام الاولى يعني كانوا تيخلصوني عادي مزيان. وصلنا هذا العام الاخير ما بقوش كيخلصوني لا فكره لا حتى حاجه، والموظف ما تيخلصوش يعني تقريبا من اللي سكنوا لدابا حاليا يلاه بحال مخلصين 4 شهور ديال الكرا، بحال مخلصين 4 شهور ديال الموظف. ما تبقى ما مخلصينوش. صافي جاو جوج مرات قطعوا ليهم الضو، جوج مرات جاو قطعوا ليهم الضو وجابوا تريسيان عاود ركبوا. من بعد دابا هذا حاليا دابا هذه شهر دابا تقريبا باش خرجت من هنايا، مشات كرات في جهه اخرى، سدات لي انا الدار ديالي، ما بقاش بغات تعطيني لي السيرفيس. هضرت معاها بلاتي هي احسن، قلت لها الله يرحم لك الوالدين، هذاك الشيء اللي كانت سالك الله يسامح، هم انا دابا كنطالب منك تعطيني 10 سيرفيس ديالي. كتقول لي بلاتي انا راه باقي عندي شي ديال الحوايج باقيين عندي هنايا، بما حيتهم ونعطيك السيرو، تمنى لي يومين اولا 5 ايام ونعيط لك. تمشي ما كتعيط ليا ما والو. ملي كنتصل بها انايا كنلقاها مبلوكيني في النمر التليفون ديالها. تنعيط الزوج ديالها تا هو مبلوكين. يعني درت تقريبا شي 4 نوامر كاملين مبلوكيني فيهم. ما كايناش اورانج ما فيهاش. هاد الايام هذه هذا اللي قلت لك عرفتي الريزو غيتقطع. قلتي لي هاد الايام هاد الايام الجيران ديالي كيشموا واحد الرائحه كريهه في المنزل ديالي، وتشوفوا الحشرات خارجه، الصراصير كبار كلشي خارج من تما. اتصلت بواحد الجاره ديالي قالت لي عفاك اختي انت مولا الدار تعالي شوفي هاد الحاله اللي كاينه هنايا. انا التجأت جميع الطرق، يعني مشيت للكوميساريه قالوا لي حنايا ما عندناش دخل، سيري عند وكيل المالي ديري شكايه تما. كنمشي للمحكمه تيقولك ديري محامي، يعني انت بوحدك ما غادي تصوري والو. ملي كنتصل بهم هما كيقول لي سير طلعي فيما بغيتي، حنا ما عندنا ما نديرو ليك. ملي شفت هكاك حتى عييت ما شفت حتى تدخل. جيت اخويا فرقعت الباب البارح. واخا فرقعتي الباب على ديك الريحه اللي كاينه؟ على هذيك الريحه وعلى قبل هذوك الحشرات اللي تيخرجوا، ديك الصراصير اللي تيخرجوا. وهاد الريحه اللي كاينه ديالها تقريبا ريحه بحال الريحه ديالها بحال ديالها؟ ريحه اخويا نقول لك مخلطه بحال شكل الحشاك مزباله، حشاك تواليت، يعني كلشي. ما نقولش واحد الحاله لا يرثى لها. يرثى لها؟ لا يرثى لها. يرثى لها. لا واش هاد الرائحه واش انت مشكيتي ولا تكون شي حاجه ماشي هي هذيك في الدار الداخل؟ شكينا ملي شافوا الجيران وهذاك الشيء والحشرات يخرجوا هذا يعني تخلعوا، قالوا ربما تكونش، الله اعلم ما نعرف ما عرفناش. ربما تكون شنو؟ قول لي يعني ربما يكون شي واحد مقتول او لا شي حاجه يعني ما عرفنا. هذا هو الشيء اللي استطعت تقول هذاك ربما شي يكون شي واحد شي واحد شي جثه تما كاينه ولا هذا ربما تكون شي جثه شي جثه تكون تما مع ديك الحشرات اللي تخرجوا هذاك الشيء ربما الله اعلم.
اذا هذه الريحه اللي كاينه دابا نتوما كتقولوا بان ربما تكون شي جوج ثاني هنا هذاك الشيء اللي واخا حنا بغينا ندخلوا حيت دابا اصلا حنا بغينا ندخلوا غير حدا الباب لانه حنا ما عندناش حق مثلا ندخلوا الداخل الا باذن ديال ملي كتكون السلطات او كيكون الامن عاد يمكن ندخلوا غير واحنا كنا باغيين نصوروا غير حدا الباب ديال البارطمون ولكن الريزو راه كلشي ما كاينش ما كاينش الريزو ما عندكمش الداخل ما كاينش الريزو لا ما كاينش واخا انت هاد الناس تواصلتي معاهم بجميع الطرق جميع الطرق وتواصلت معهم باللي هي احسن يعني ما كاين لا مشاكل لا صداع لا حتى شي حاجه ما بغاوش يسلموك السوارت والو ما بغاوش يعطوني السيروت نهائي زعما انت قلتي لي بغاو يعطوك السيروت ربما تكون شي حاجه هذاك الشيء قلت ربما تكون شي حاجه مادام نيشت انا عاوتاني جات الشرجم عندي عامر حوايج مكركره فيهم الحوايج في الارض في الكرياج قلت انا ربما تكون شي حاجه لا حول ولا قوه الا بالله اذا واش بلغتي رجال الامن هنا بالمنطقه بلغتي معاهم في هذا الشيء هذا هنايا كنت مشيت للدائره الامنيه اللي قريبه لكم هنا كنت مشيت غير سولتهم قلت لهم اشنو غادي زعما بغيت ندير ديكلاراسيون هنايا قالوا لي لا ما عندناش حق في المحكمه المحكمه المدنيه هي اللي عندهم حق باش يدخلوا لك لا غير واش انت دابا علمتي السلطات الامن بهاد المساله اللي قالوا لك الجيران بانه كاين ريحه ديال ريحه جوجه دابا غير واش علمتيهم بهاد الهضره ولا ما علمتيهمش بها لا ما مشيتش ما مشيتش ما علمتيهمش لا ما وصلتش وراه هذا خطا حتى هو واش عارف هذا خطا حتى هو خاصك تلجئي للدائره الامنيه تقولي لهم هاد الهضره اللي مثلا دابا قلتيها لي تقولها لهم هما غادي يقدروا ياخذوا الاذن من عند النيابه العامه هذا السيد وكيل الملك وغادي يجي يدخلوا معك للشقه فهمتي ولا لا؟ حيت دابا نقول لك مثلا دابا انت فرقعتي الشقه ديال بنتي انت اللي فرقعتيها وراه دابا انت عاوتاني راه انت تحطي الى القانون عارفه القانون عارفه الجهه حيت ما عندكش مثلا انت حق الدخول للدار بدون سلطات علاش باش كتحمي راسك انت فهمتي اش بغيت باش الا كانت شي حاجه دابا ولا كانت شي حاجه راه فهمتي تحت القانون راه حتى تكتي شكون اللي قال بانك انت مثلا درتي هذه القضيه مثلا دايره شي حاجه تما ما كنقول لك مثلا جميع الاحتمالات كتكون بصح بانك انت بغيتي ديري شي حاجه تما وسبقتي بحال كنقولوا سبقتي العصا فهمتي ولا لا اذا كان عليك انك انت تواصلي مع الامن او مع السلطات وتقول لهم هاكين 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 اكيد غادي يجوا غادي ياخذوا الاذن من النيابه العامه وغادي يجوا معاك شينا تصرف شينا بلاتي خلاص اجي اختي زيد حنا خلاص خلاص انت هي الجاره اللي الجاره ديال بقات قبل خمس اسيد هذا هذا قبل خمس شينا عاد السلطه ما داروا معنا حتى شي حل حتى شي حل ما داروا معنا حنا ما يمكنش لينا نبقاو عايشين في الخمس عندنا ولادنا صغار عيطنا لمولاة المحل هي تيا مبلوكياها بلوكياها حنا ما عندناش كي غنديرو حنا تقهرنا بالريحه ديال الخنس ريحه الكارهه زيدوا الشمو يجيو يشوفوا هاد الحاله اللي حنا عايشين فيها انا ديال الضابط انا ديال الضابط دابا هاد الريحه ها نتوما جيتوا قدرتوا تدخلوا لا ما قدرتش ندخل انا علاش ما عنديش حق اسمعني ما عنديش حق غير دابا الريحه كاينه خايبه غير قلت لك واش نتوما مشيتوا للامن واش مشيتوا للدائره مشينا قالوا لنا سيروا للمحكمه مشيتوا للمحكمه مشينا للمحكمه قال لك سيري ديروا محامي ديروا هادي ديروا هادي ما يمكنش لينا حنا محامي علاش غديروا محامي قال لك ديروا محامي لا محامي فيما يخص افراغ ديال الشقه هادشي اللي قال لكم جيبوا محامي وحيت هي خاويه الشقه مولاتها ها هي لا ما فهمتينيش دابا المحامي علاش قال لكم هما المحامي قال لكم المحامي على حساب الافراغ هذيك السيده باش تخوي لها الشقه ديالها ولكن نتوما كون قلتوا لهم هاد الشكوك اللي عندكم نتوما ديال انه تكون شي جوج تما داخل الشقه اكيد غادي ياخذوا الاذن ديال النيابه العامه ما غيبقاو يتسناو حتى شي حاجه غيجيو وتحققوا واش فهمتي ولا لا تبقى معايا اختي ولا لا اذا هذا الشيء هذا كان عليكم تجيو في هذا الاجراء هذا اما دابا شي السيده دابا شي هي مولات الشقه ما كانش عليها هي تفرقع الشقه فهمتي ولا لا حيت مبلوكياها ما تجاوبها ما لا واخا تكون هي صاحبه المنزل واخا هي صاحبه المنزل والساروت باقي عند الاخرين هاد الشكوك ديالها انا كنقول لك حاجه اللي هي في الصالح ديالكم واللي هي قانونيه فهمتي دابا هاد السيده كان عليها انها كما قلنا ما تفرقعش الشقه وهاد الشكوك اللي عندك انت وياها والساكنه اللي كاينه هنا غتمشي وتسوقوها للامن تقولها للامن تقولها للسلطات غادي ياخذوا الاذن ديال النيابه العامه وغادي يشوفوا يرفعوا معكم الشقه لقاو شي حاجه راه اكيد غيتواصلوا مع الجميع ماشي فقط هذيك السيده كتسكن هنا لان الشكوك غادي تحوم حول الجميع فهمتي ما لقاو حتى شي حاجه راه اكيد السيده حتى هي كذلك مثال غادي تاخذ الحق ديالها الفراغ ديال المحل ديالها ديك الساعه غيمشيو يجرو في المسطره العاديه المسطره ديال المحكمه وديال فهمتي ولا لا اذا انت ارتكبتي واحد الخطا واش عارفه اختي ارتكبتي خطا راه هذا هو المشكل دابا انت باش كطالبي باش يجيو باش يقلبوا شنو
باش يجيو يحيدوا لي هادشي وعيطوا لي يتصلوا بها وتجي تحيد عليا الحوايج اللي كاينين هنا. لا دابا اسمعني اختي، دابا حنا الموضوع ديالنا ماشي هو تحيد الحوايج، الموضوع تحيد الحوايج كي قلت لك هذاك الشيء على طريق المحكمه باش نفرقوا الامور. انا كندوي معاك على مساله ديال انه رائحه كريهه، واش عرفتي ملي كتسمع رائحه جوته راه كلشي غيتحرك، كلشي راه الجهاز الامني، راه النيابه العامه، راه الراي العام الوطني كله غادي يتحرك. واش فهمتي شنو نقول لك؟ فهمت عرفت. هاكاك يعني هنا باش تعرفي يعني حجم ديال هذه الكارثه اللي كتكلمي عليها اختي انت، ماشي كتكلمي. اما الافراغ بالمحل ديالك هذاك الشيء راه كيما قلنا مسطره قانونيه، هذيك غادي تمشي في اطار القانون. ها فهمتيني. المهم كنتمنى انه الامن والسلطات هنا على في المنطقه يدخلوا على الخط غير باش نعرفوا هذه الرائحه اللي كيتكلموا عليها هاد الساكنه هنا، غير باش نعرفوا هاد الرائحه اللي كيتكلموا عليها الساكنه هنايا واش بالفعل ديال شي جثه داخل او شي حاجه داخل الشقه او لا ما عرفناش. المهم حنا ما نسقوش الاحداث، واكيد حنا ما نقدروش ندخلوا لانه ما نقدروش ندخلوا لانه قانونيا ما عندناش حقنا ندخلوا الا اذا كان الامن حاضر وكانت السلطات المحليه. اذا كنتمنوا انه هذه الرساله توصل. حنا كنتواجدوا اقامه البيضاء ياك، اعطيني رقم ديال العماره. اقامه البيضاء سيدي مؤمن عماره 12 رقم دار 3، عماره 12 رقم دار 3. اذا كنتمنوا انه هذا العنوان هذا السلطات المحليه والامن الدوائر الامنيه تاخذ هذا العنوان بعين الاعتبار وتدخل على الخط باش نعرفوا اشنو كاين داخل هذه الشقه هذه. اذا كنتمنوا اننا نكونوا وصلنا الرساله، وكنتمنوا انه هذه المباشره هذه تبارطاجها باش الحقيقه تبان ونعرفوا واش بالفعل كاين شي جثه داخل هذيك الشقه او مجرد زوبعه في فنجان. وكنذكروا بانه حتى هذوك الناس اللي ربما كانوا ساكنين هنا لهم حق الرد اذا بغاو هما كذلك يعقبوا على هذا المباشر هذا وهذه التصريحات هذه. فالاكيد الباب مفتوح ديال قناه شوف تي في. اذا كنتمنى اننا نكون وصلنا رساله وقلنا الى ودعكم على امل لقاء بكم في مباشر اخر. مصطفى القرناوي من طاقم شوف تي في، حيكم الى اللقاء.